السابعة صباحا بتوقيت الجزائر، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. بداية وبمناسبة الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام، توجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة إلى الشعب الجزائري فيما يلي نصها: أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن تذكرنا الأحداث الشاهدة على التضحية الجسيمة إبان ثورة التحرير المباركة بعظمة الجزائر وهمة شعبها الحر وعلو شأنه، فنحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا وحقق أجل نصر في التاريخ المعاصر على قوى الاستعمار الظالمة المدحورة. وفي وقفتنا اليوم احتفاء بالذكرى 68 لهجومات الشمال القسنطينية 1955 والذكرى 67 لمؤتمر الصمام 1956 تتجدد على أرض الكفاح وقلعة الحرية مشاعر الاعتزاز بالانتماء لوطن صنع كبرياءه الشهداء الأبرار الذين أودعوا في الأجيال بدرة الوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة، وأورثوا شبابنا خصالا تغدى فيها الوعي الوطني والغيرة على بلد خاض حربا مريرة ضروسا من أجل الانعتاق ودفع ثمن الحرية دما غاليا مقدسا. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن الإيمان بالنصر الذي ملأ جوانح الشهيد الرمز غود يوسف ورفاقه وخاضوا بنوره في قلوبهم معارك الشمال القسنطينية في 20 من شهر أوت عام 1955 هو نفس الإيمان الذي دفع في خضم الكفاح المسلح قادة الثورة إلى عقد مؤتمر الصمام لوضع أسسها التنظيمية السياسية والعسكرية. ومن ذلك الإيمان نستلهم في هذه المرحلة التي نتوجه فيها جميعا إلى بناء الجزائر الجديدة الثقة في مقدرات الأمة التي تقوي من إرادتنا لنحقق بتضافر الجهود وإخلاص العمل خطوات تتحقق بها المؤشرات الإيجابية في مجالات التنمية المستدامة وتتواصل بسواعد أبنائها الإنجازات وتتعزز بها المكاسب الاجتماعية حفاظا لكرامة المواطن، وتحرز بلادنا بفضلها تقدما هاما في اتجاه توسيع شراكاتنا الاستراتيجية عبر العالم لبعث ديناميكية اقتصادية مستقطبة للاستثمارات ولتأكيد حضور الجزائر القوية وتأثيرها إقليميا ودوليا. إننا في الوقت الذي نحيي فيه الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطينية ومؤتمر الصمام نستشرف بيقين المؤمنين برسالة الشهداء والعارفين بقدرات الجزائر ومكامن ثروتها ومقومات نهضتها مزيدا من الارتقاء ببلادنا وإسماع صوتها وتثبيت مكانتها لتواصل الاطلاع الكامل بدورها المحوري في المنطقة والعالم، مستمدة العزيمة من تعلق الشعب الجزائري بالعزة والسيادة وتطلعه إلى الرقي ومن إرث الشهداء الأبرار الذين نترحم في هذه المناسبة على أرواحهم الزكية ونتوجه فيها بالتحية والتقدير إلى إخوانهم المجاهدين أطال الله في أعمارهم وأمدهم بوافر الصحة. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام اللذان هما حدثان أنهيا زمن الاستضمار الغاشم وأعاد تنظيم صفوف الثورة وإعطائها نفسا جديدا، تحتضن اليوم ولاية ميلا الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى 68 لهجومات الشمال القسنطيني 1955 والذكرى 67 لمؤتمر الصمام 1956 بعديد النشاطات والندوات تخليدا للذكرى. وهي الذكرى التي تعد من أهم المنعرجات الحاسمة المحددة لمسار ثورة التحرير الكبرى، استطاعت نقل الثورة الجزائرية إلى المحافل الدولية لتتجلى بذلك عبقرية الثورة الجزائرية التي لم تتكرر في التاريخ. زكريا تهاني. هجومات 20 أوت 55 900 وألف أحداث رسمت مسارا حاسما للثورة التحريرية التي كان المستعمر يعول على خنقها وإخمادها بالأوراس، لكن المخطط الاستعماري انهار أمام عبقرية قادة ثورة التحرير.
فبعد استشهاد ديدوش مراد واعتقال مصطفى بنبلعيد وباب حبيطات، كانت أحداث 20 أوت بمثابة الانطلاقة الثانية للثورة، لتسجل الثورة الجزائرية حضورها في المحافل الدولية ببندونغ في أفريل 1955. كان وعيط على كل المواطنين اللي يملك فاس جابوا، اللي يملك مبالا جابوا، اللي يمكن بندقية الصيد جابها، والمهم كل واحد ما يمكن وجاو بصدورهم باش يقابلوا المدافع والرشاشات نتاع فرنسا وما خافوش منها وعلى 12 تاع النهار. العمليات استهدفت المراكز العسكرية الحيوية للاستعمار ليكون رد الفعل الفرنسي اليائس عنيفا ووحشيا بقتل وتوقيف الآلاف من الجزائريين العزل وإحراق بيوتهم وأراضيهم باستعمال مختلف الأسلحة الثقيلة، بل وتعدى ذلك لتسليح المعمرين وتحريضهم لقتل الجزائريين والانتقام بوحشية. ليبقى ملعب سكيكدا شاهدا على أفظع الجرائم التي شهدتها الإنسانية، حيث جمع بالملعب عشرات الجزائريين من أطفال ونساء وشيوخ، وتنفيذ عملية إعدام واسعة للأبرياء العزل. لكن الإيمان بالقضية كان أقوى واتسعت رقعة الثورة التحريرية. هكذا استطاعت الثورة بفضل هذا الهجوم المدفر أن تثبت وجودها وتفرض هيبتها وتزيد انتشارا بين صفوف الجماهير، وتمثل المرحلة ما بين 20 أوت إلى نهاية السنة مرحلة انتقالية في تاريخ الثورة الجزائرية، بحيث بدأ عدد المجاهدين يتضاعف نتيجة للإقبال الشديد للشباب الجزائري على الالتحاق بالثورة. واعترافا بهذه الهجومات اتخذ تاريخ 20 أوت يوما لعقد مؤتمر الصمام، إقرارا بأهمية الأحداث في تعبيد الطريق نحو الحرية، لتصبح الهجمات صفحة ناصعة في كتاب التحرير الجزائري الذي أهدى لنا حرية لا تقدر بثمن. وقد عرفت الثورة التحريرية المجيدة انطلاقة حقيقية تمت هيكلتها وإعادة تنظيمها خلال مؤتمر الصمام الذي توج بقرارات تاريخية، قرارات جسدت عبقرية طوار التحرر من بطش الاستثمار الغاشم. عبد السلام حباس زار مقر انعقاد مؤتمر الصمام ببجاية وعاد بتقرير التالي. هنا إفري أوزغلاغن بولاية بجاية، أين تم انعقاد مؤتمر الصمام في 20 أوت سنة 1956 الذي أرسى معالم تنظيم سياسي وعسكري جديد للثورة. مؤتمر عقده شباب حملوا على عاتقهم أمانة تحرير الوطن لشباب يقفون بشموخ لتضحية أجدادهم. جينا شفنا حاجة ملاحة، شفنا ناس رجال، ناس مجاهدين تصح ديجان اللي جابونا الثورة وداروا نظام مليح. اليوم جات صدفة، كنا راجعين من الفاكونس، قلت ندير الولاد باش يجيو يحضروا ويشوفوا معنا لو ليو وين درنا داروا الفلان دار مؤتمر الصمام اللي هو ستون بيير اونغولير في لا ريفولوسيون نتاعنا. اشاكيان وشد الفاوت شد نزاره كويسه للميجيكيا جانا اثني جوزنا الى قا نحضر في لاسن يعني في نيات في مورث ان شاء الله الويده كدي للنتورا هذا الويده كني كويثرش اذجنا التراث كي كان شي قلا. المؤتمر المصيري للجزائر الذي ضم 16 وفدا اجتهدوا لاعطاء ديناميكيه جديده للثوره، رسخ من خلالها عزيمه استقلال الجزائر في هذا البيت البسيط اللي يؤسس لنظام للثوره التحريريه ويؤطرونها في كل مجالات سياسيا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا، ليؤسسوا بذلك الى وثيقه مهمه جدا سارت عليها الثوره التحريريه الى غايه استرجاع السياده الوطنيه في 5 جويلية 1962. هي محطة جليلة من ثورة تحريرية مجيدة كتبت تاريخها بمداد الذهب في سجل التاريخ، وجب حفظها في الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة.
في الوقت الذي تزداد فيه ملامح التدخل العسكري في النيجر وضوحا، تأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطية بشكل سلمي في هذا البلد الشقيق والجار. إن الجزائر تظل فعليا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا، وبأن السبل التي يمكن أن تؤدي إليه لم تسلك كلها بعد، وبأن كل فرصة لم تستنفذ بعد. إن تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلا من الحلول، وأنها شكلت عوامل إضافية لتغذية الصدمات والانقسامات عوض نشر الأمن والاستقرار. وقبل أن يتم ارتكاب ما يتعذر إصلاحه، وقبل دخول المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة، تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة، وبالتالي تجنيب النيجر الشقيق في المنطقة بأسرها مستقبلا محفوفا بالتهديدات والمخاطر، لا سيما من حيث تجدد حدة وعدوانية الإرهاب وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى التي تستنزف مقومات وقدرات دول وشعوب المنطقة برمتها. وفي إطار المساعي الدبلوماسية المتواصلة لإيجاد حل للأزمة العالقة في النيجر، حل يوم أمس وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعاصمة النيجيرية نيامي من أجل محادثات مع المجلس العسكري الذي أعلن الانقلاب أواخر شهر جويلية الماضي. وتأتي هذه الخطوة غداة اجتماع أركان جيوش مجموعة الإكواس المنعقد في العاصمة الغنية أكرا الخميس الماضي، والتي أكدت خلال اجتماعها عدم استبعاد الخيار العسكري في النيجر في حال انسداد القنوات الدبلوماسية. والجزائر مثلها مثل عديد الدول الداعية إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض على آلة الحرب التي قد تدخل النيجر والمنطقة بأسرها في دوامة يصعب الخروج منها على تعاقب الأجيال، وتزيد من هشاشة وضعها الحالي ما يجعلها عرضة للتهديدات الخارجية والانزلاقات الداخلية. ودعما لأواصر الأخوة وتضامنا مع القضية الفلسطينية وشعبها، حل بمدينة مغنية الحدودية بتلمسان وفد رياضي فلسطيني مكون من منتخبي نجوم فلسطين، والذي سيشارك في عدد من التظاهرات الرياضية بتلمسان ووهران والجزائر العاصمة. سفيان مقني. على أرضية الملعب البلدي بمدينة مغنية جرت مباراة استعراضية نشطها منتخب نجوم فلسطين وقدماء لاعبي مغنية في إطار دورة الصداقة الجزائرية الفلسطينية. نشكر الجزائر حكومة وشعبا على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذه الجهود المبذولة دائما باتجاه القضية الفلسطينية. هذه الدورة هي امتداد طبيعي للعلاقات الأخوية التي دائما ما نجسدها ما بين الشعبين، والجزائر هي القلب النابض للقضية الفلسطينية. هذا التظاهرة هذه وهذه الفعاليات تبين أهمية والعلاقة اللي بين الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني والأخوة اللي بيناتنا. عشق اللي في قلوب الفلسطينيين لأهل الجزائر يعشقونهم عشقا، يعني بنولد الفلسطيني بعشق الجزائري، الجزائري بنولد بحب الفلسطيني وبعشقه كمان، وهذه علاقة مش جديدة، هي علاقة تاريخية، علاقة على زمان سيدي أبو مدين عندما قاتل سيدي أبو مدين القائد سيدي أبو مدين مع صلاح الدين الأيوبي وقطعت يده في القدس ودفنت في القدس. ياسر عرفات قال: يا فلسطينيين إذا ضاقت عليكم الدنيا فاذهبوا إلى الجزائر. سبحان الله، الحمد لله، مبادرة جميلة وليس الأخيرة. الدورة التي نظمتها جمعية الضحى وجمعية الإسراء والمعراج كانت فرصة للتأكيد على التضامن الكبير بين أفراد الشعبين والدعم المطلق الذي تحظى به القضية الفلسطينية في الجزائر على كل المستويات. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب أمس عشرة الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا جنوب نابلس، كما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال، حيث هجم العشرة منهم مركبات الفلسطينيين قرب الحاجز العسكري للمدخل الشمالي شرق رام الله. هذا فيما اعتقل أقول جنود الاحتلال أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية التي تشهد مواجهات شبه يومية واقتحامات ومداهمات بشكل مكثف.
عودة إلى أخبار الوطن، ونختم النشرة من قاعة سينما تيك بالمركز الجزائري للسينما بالعاصمة، حيث تم أمس إطلاق العرض الشرفي للفيلم القصير التحدي الكبير للمنتج وليد بوشباح، مدته 33 دقيقة. الفيلم تم إنتاجه بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون. أسيا غريب. هي لقطات من الفيلم القصير التحدي الكبير لمنتجي سلسلة البطحة وليد بوشباح، تدور أحداثه حول مراهقين شاركوا في الثورة التحريرية لكن على طريقتهم الخاصة. اخترنا النص لأنه الفكرة تاعو مختلفة عن الأفلام الأخرى، يحكي على الأطفال اللي كانوا عندهم دور في الثورة. دونك حنا شغل حبينا يكون الفيلم تاعنا نعطيو نظرة جديدة على الثورة الجزائرية، نعرفوا بالثورة الجانب هذاك تاع الأطفال اللي كانوا في هذاك الوقت، درك راهم في الستينات في السبعينات تيتو. لو فيلم خلانا ديكوفريو دي سي جون تالون، سي دي جون سيرت سي لا بروميير فوا، mais à aucun moment j'ai senti ça, c'est-à-dire جاو وحابين يخدموا ils veulent faire du cinéma. وجوه شابة شاركت لأول مرة في الفيلم الذي تطلب تصويره 4 أشهر. حميد سي حكيته أنه هو واحد جون كان ساكن فيلاج، والمعيشة اللي كان عايشها ما كانتش عجباته، وحميد عنده واحد الشخصية اللي قاسحة فريمون، وكان يحوس كيفاش يقدر يروح بعيد، كيفاش يلحق الماء من الجي، باسكو سيتي هذيك هي العاصمه، هذيك هي البلاصه اللي يقدر يخدم فيها، يقدر يكبر فيها. ما باش تحكي على الثوره ماشي حاجه سهله، باش تذكر احنا حضرنا بالثوره بزاف، بصح التاريخ يسجل، باش تبقى في الذاكره لازمك ماشي فيلم ولا زوج، لانه ما تقدريش تروي واش صرا كامل. اليوم شفنا فكره جديده، شفنا ممثلين جدد، هذه الحاجه المليحه بزاف. هذا الفيلم يعتبر ثالث عمل فني للمخرج وليد بوشباح، في انتظار مزيد من الاعمال الفنيه مستقبلا، خاصه في الفيلم الطويل. ختام النشرة، شكرا على كرم المتابعة، موعدي بكم يتجدد في تمام 9. إلى اللقاء.